قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. كيف كنت في ضلال؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الله بدي الجنة، ده بدي الجنة. الله بينفع، ده بينفع. الله بيملك الضر، ده بيملك الضر. الله ناديه، ده ناديه. والله إذ نسويكم برب العالمين، ده في الأزمنة دي وزمان ديلك بيجعلون آلهة مع الله تعالى. وما أضلنا إلا المجرمون وهم دعاة الباطل ودعاة السوء. شكي ديل تكشفن، ديل أعداء لله. وإنت في الدنيا دي في امتحان، إنت ما في حاجة يسمى لاعب، ده تبقى زي الحكم. الحكم لله تعالى، إنت ما بتبقى زي الحكم. قول أنا والله لم عادل لم عادل، ديل هاي بيعبدوا الله وديلك ما بيعبدوا الله، بيعبدوا غير الله أي، فديل ضد بعض. وأنا ما لهم على المشكلة دي، وأنا شغلتي شنو؟ إنت واحد من اثنين، يا مع الصف ده يا مع الصف ذاك، ما في حاجة اسمها في النص. ولك والله ما لهم مال، عبدوا الله يعبدوه، ديك نادوا شيوخ، ما لهم مال يا أخ، ما لهم مال الناس. كيف مالك ومال الناس؟ كيف مالك ومال الناس؟ الله قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ده امتحان، بتقف مع الصف الذي يدافع عن الله، ولا بتقف مع الصف الذي هو عدو لله سبحانه وتعالى. شكر رب العزة والجلال قال عنهم ديل، قالوا وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة رجع إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية. الله قال لك دي فيها عبرة لك، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. شكا يا جماعة النازل خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، خالفوه مما جب التوحيد، خالفوه عادوا عداوة شديدة، عادوا قالوا مجنون، يقول شغلة ما بتمشي، قالوا شاعر، والله الشعر يا أخي القرآن ده ما زي الشعر، قالوا كاهن. الوليد ابن المغيرة قال لهم يا جماعة الكهانة دي عندهم همهمات وحاجات ما بتتفهم. الزول ما قاعد يجي يقول حاجات ما بتتفهم، كلامه واضح. حلوها كيف؟ والله قالوا خلاص مسحور. لا كيف مسحور الزول ما هذا شايف انه؟ خلاص ساحر. لا والله كلامه ده ما سحر، كلامه ده بليغ. إن الوليد قال لهم يا جماعة عشان نبقى واضحين، قال لهم أنا بحكي لك بالدارجة لكن باللغة العربية، قال أيها الناس يا معشر قريش بعضكم قد يفد الحجاج، فبعضكم يقول شاعر، وبعضكم يقول كاهن، وبعضكم يقول مجنون، وبعضكم يقول ساحر، فيعلم الناس اضطراب أقوالكم، فأجمعوا أمركم على قول واحد. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا ساحر. بس قولوا ساحر، بس قالوا ساحر، وكلامه ضد السحر. النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وهو القرآن ضد السحر ويحرم السحر ويجعله كفرا. فدي كلها عداوات للنبي صلى الله عليه وسلم. مشى الطائف، الجماعة تلموا، فلقوا بالحجارة حرشوا للسفهاء، السفهاء والمجانين، فلقوا بالحجارة. تخيل الدم بيسيل منه، جايهم بالخير وهون يجيبوا يجوب الشر. في النهاية فجاءه ملك الجبال فقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. جاءه جبريل ومعه ملك الجبال فرآه في غمامة سحابة، فقال يا محمد هذا ملك الجبال وإن شئت أطبق عليهم الأخشبين. يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. حس إذا كان إنت كان سويت شنو؟ والأخ فلقوني أي جبلين، بس إنت ماسك الجبال دي جت أي
في جبل هناك برضو جيبوا لون، في واحد عالي بيجاي برضو أعاصرهم في النص بالاتجاهات الأربعة، لكن هو هم الدعوة. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، ده همه النبي صلى الله عليه وسلم. جراجع معه زيد ابن حارثة رضي الله عنه، بعدين جاء الوادي فصلى من الليل، فأقبل نفر من الجن يستمعون إلى قراءته بالليل، مشى يدعو البشر، في النهاية أسلموا جن، الجن اتلموا بالليل قعدوا يسمعوا للقراءة. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، تلموا بالليل في الوادي وبصلي وهو لا يدري بهم. وقال تعالى قل أوحي إلي، عن طريق الوحي أنا ما أعرف ما أعلم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يهدي إلى الرشد، الرشد ضد السفة، والسفة أن لا يعرف العبد مصلحته في دينه ولا دنياه، والرشد أن يعرف مصلحته وأن يقوم بذلك. بعدين ابن مسعود قال هؤلاء تسعة جن، أحدهم يقال له زوبعة، قال جن ديل تسعة واحد اسمه زوبعة، قال بيقول لا زوبعة، جو سمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات.